السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم سلطه كلش طيبه ويعني من اسويها هنا بالمانيا خاصه للدعوات، كلش يسالون عليها لان كلش طيبه. حتى بالعراق شفت اسويها، يعني شفت اسويها بنادي الصيد، مطعم شيف سيتي، يعني بكل المطاعم اللي اشتغلت بيها، فيعني كان كلش يحبوها، شيء مو طبيعي. المكونات جدا سهله وبسيطه، وبنفس الوقت راح ارويكم اليوم اجواء عيد ميلاد الماني، شخص الماني. طبعا هذا الشخص منه هو المدرس مالتي اللي درسني درس الطبخ، يعني بالمدرسه الطبخ اللي درستها بالمانيا، هو المدرس مالتي طلب من عندي اسوي له بوفيه كامل مال عيد ميلاده. عيد ميلاده تقريبا صار عمره هو 70 سنه 75، بس ما شاء الله هنا ما يبين عليهم، الله يعطيه الصحه والعافيه. طبعا انسان جدا طيب، هو اللي درسني بدون اي ماده نهائيا، لا اعطيته فلوس، لا طلب مني فلوس، لا شيء. فاني رديت هذا الجميل له انه اطبخ له، اسوي له الحفله مالته، الطبخ كله اني من عندي اسوي له اياه. طبعا الرجال قد ما صار هو كلش اسمه قنته، كلش حباب، هو المدرس مالتي اللي درسني قلت لكم مدرسه طبخ. زين، طبعا سويت انا الاكل، دا اشتغل بالبيت اليوم هنا دا اشتغل، سويت الدعوه، سويت له الدجاج بالكاري، سويت له، يعني راح تشوفون الاكل بالنهايه شلون سويت له اياه. بس هسه حاليا راح اعلمكم على السلطه، اصوركم بس السلطه لان الباقي كله مصوره اني. يعني شو تكتبون راح يطلع لكم بيوتيوب، لان اروي لكم منيو بنهايه الفيديو راح تشوفون اللي طبخته كله موجود عندي انا مصوره. زين، ثاني شيء راح اروي لكم هو الاجواء مال عيد ميلاد هنا بالمانيا شلون يصير. طبعا طالع دعوات هواي مال عيد ميلاد، المان هنا يطلبون من عندي اكل عربي اسوي لهم، لان يحبون الاكل العربي كلش، مصريين شيء جديد عليهم، خاصه طبخي، تعرفون طبخي بعد. فالمهم فهسه راح نسوي لكم، نبلش بالمواد اللي اريدها، والفيديو راح يكون كلش حلو، انصحكم تفرجوه الاخير ونشوف الاجواء شنو يختلف عنه وعندهم شنو الاجواء العيد ميلادات اللي حضروها كلهم. يلا خليكم ويانا رايكم المكونات شنو هي. اصدقائي المكونات سلطه الشوندر. الشوندر احنا هنا في المانيا اسمه روتا بيتا، هذا اصدقائي روتا بيتا. زين، احنا شنو عندنا يجي هيك بهالشكل؟ هذا بهالشكل شنو؟ مطبوخ وجاهز. طبعا انتم احنا المعروف عندنا بالشتاء اكثر شيء. طبعا اذا متوفر عندكم مطبوخ بالدول او بالعراق اذا موجود بهالشكل مسحوب منه الهواء وجاهز، استخدموه جيبوه. واذا ما عندكم، عندكم فريش، تدرون شو تسوون؟ تجيبون الفريش تغسلوه بالبوردين، يصير بي عليه تراب هوايه، تغسلوه وتطبخوه، بس تطبخوه بالماء يغلي يغلي. اخير شيء شو تسوي له؟ طبعا هو والقشر مالته. اخير شيء شو تسوي له؟ من صار استوى بس تسوي له هيك بيديكم، راح يطلع القشر مالته ويبقى هو الشوندر وحده. اكو ناس تسميه شوندر، اكو ناس تسميه بنجر، اكو ناس تسميه شمندر، يعني حسب الدول اللي تسميه. زين، شنو اللي احتاج بعد ويا اصدقائي؟ احتاج عندي هذا جزر، الجزر بالالماني اسمه مورن او كاروتن اسمين له، راح اقشر ايضا واستخدمه. اللي احتاج البهارات اللي احطها، طبعا عندي اول شيء زيت زيتون هنا استعمل، او زيت عادي حسب متوفر عندكم، حسب طعم لك زيت زيتون مر فلا تستعملوه. زين، ليمون، حامض الليمون احتاج له، احتاج دبس رمان هنا، جرانات ابل سيروب، احتاج هنا ليمون دوزي، سترون صلص، واضافه هنا الى الملح صلص، وهنا اللي هو السكر. هسه تقولون شنو هاي ايش راح يطلع؟ حيطلع عندكم حامض حلو وطعم فتشيره، يعني انصحكم تجربوه هاي الشوندر، راح تحبوه كلش وما تستغنون عنها بعد السلطه هاي نهائيا. فيلا راح ابلش اقشر الجزر واسوي الثرمه، خليكم يعني اشرحكم الطريقه. اصدقائي هسه حاليا بعد ما فتحته شوف شلون مطبوخ وجاهز ونظيف، طبعا بس يعني خاف تلقوا مثلا هسه هاي نظيفه زينه، هسه هاي شوفوا شلون. يعني انتم لما تسووه وتكملوه يستر، يعني لما تسلقوه وتكملوه بس هيك تسووا له على الخفيف يطلع القشر مالته. فشو تسوون انتم؟ يعني اول شيء ينطبخ يلا يتقشر، اخير شيء تقشر. شوفوا هاي مثلا تشيلوها تذبوها، هذه ما نحتاجها احنا، وهذا من هنا ايضا شوفوا هذا شويه ندفع ايضا هيك صغيره. زين شو تسوي؟ نقطعها مربعات بهالطريقه. اها بدي اجيبكم شوفوا شلون بهالشكل، طلع اقطع انا كله حتى لا يطلع عليكم الفيديو ايضا. شوفوا كل سهل، ما يحتاج له راح القاضي.
والجزر هسه اكمل ان شاء الله. هذا اقول لكم شو اسوي للجزر شلون تقطعه. ايش في مربعات؟ يلا راح اكمل انا اصدقائي وارجع لكم. خليكم ويانا اصدقائي. طبعا هسه خلصنا الثرم، شوفوا بهالطريقه ثرمناه. شو اسوي هسه الجزر؟ طبعا عندي ماكينه مال برش وهاي مالتها الخشنه، شوفوا شلون فاي احطها هنا. طبعا هاي ست البيت، انصح كل واحد اذا يلقاها يشتريها لان كل شيء بيها، يعني بيها خلاط، بيها ترامه مال لحم، بيها خلط مال عصاير، بيها هاي السكينه، بيها هنا، يعني كل شيء بيها. فانصحكم تشتروها اذا لقيتوها. هاي طبعا كينوود زين، ماركتها المانيه. ما ادري، لا والله ما ادري، المانيه يمكن كينوود، اي صحيح المانيه. زين المهم فراح اشغلها، راح ابرشها اصدقائي. شوفوا كهرباء بمشكلينها يصير بها هي امان. لازم كل شيء مضبوط وكل شيء مسدود. يلا تشتغل. حتى ما يطلع عليكم الفيديو اصدقائي راح ابرشه وارجع لكم. اصدقائي هسه حاليا بعد ما برشناه شو نسوي؟ هاي هنا نحطيها من الكبار طالعهن، يبقى قبل الاخير ما يتقشرن. شوف اصدقائي هسه نحط هنا كله جزر. طبعا الكمية اسوي تقريبا لل 50 شخص اليوم الدعوة، فراح افرغها كل اصدقائي. راح اقسمها او لا، يلا هي تنخبط عندي وياي، اخبطها اقدر اخبطها. راح احط البهار هسه اصدقائي، عفوا هي البهار هم تعتبر بهار، ملح وهالسوالف. دس رمان عندي هنا شوية فرغة، راح اخليه يفرغ. دبس رمان يعطيها طعم كلش طيب اصدقائي، قد ما تتصورون. يعني قلت لكم راح اصير وياكم حامض حلو، راح تفاجئون بالطعم مالتها. صحيح له مندوزي وملح حامض وسكر. هاي حطينا خلصنا من دبس الرمان. زين نجيب اللي مندوزي. طبعا ما اقدر اسوي بالخاشوقه، فهيك راح اسوي لكم. انتم من يومكم تحطون مكونات، يعني انتوا اللي تتحكمون بيها، يعني رشه خفيفه انتوا تخلون. ملح ايضا اصدقائي. وعندي هنا السكر. السكر اللي هو الشكر، احنا نصيحه بالعراق شكر. شكر شويه تكثروا بيها، صار اكثر من كل شيء. بالاضافه الى الزيت اصدقائي، مثل قلت لكم زيت عادي او زيت زيتون، حسب طعم تحبوه. طبعا اكثر يعني اكو زيت زيتون يصير مر، هذا مو اصلي يعني ما طيب، واكو زيت لا يصير طيب طعمه زيت زيتون. يلا اصدقائي راح اخبطها اني وارجع لكم، خليكم ويانا اصدقائي. بالاضافه للحامض نحط ايضا، تحطون حامض اساسي طبعا، طيب طعم كلش طيب. يلا خلينا نخلطها نكملها ونرجع لكم اصدقائي. هاي سويناها، شوفوا شلون شكلها. يلا خلنا نصب معون ونذوقها ونقول لكم شلون طعمها. اصدقائي هذا شوفوها شلون، شوفوا شلون شكلها حلو. طبعا اللي يريد يحط معدنوس فوقها يقدر رشه معدنوس يخليه هنا، او رشه على طرق، انتم كيفكم بعد. معدنوس جاهز، يعني معدنوس البقدونس الباقي اللي هو زين. هسه راح اذوق اول شيء ايلا. شوف ايلا تحبه؟ اول مره تاكل شو عندها؟ شوفوا هاي راح احطها وياها جزرايه شويه صغيره، خلينا نشوف شو يصير بها. للو قلب مالي هات، يلا هلا 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 هات هات يلا هاي شنو؟ يلا اوكي ايه ايه دقي شوي ايه. طبعا اول شيء ذوق، يلا تستقبل الطعام تاكله، ما تستقبل الطعام ما تاكله. هات هات شويه 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 يلا. عم عفيف اللي مالتي ها طيبه حبيتيها؟ يوم قلب هاي حبتها، ما دامك لدى حبتها. يلا ذوق اني نشوف شلون طعمها. قول بسم الله. أولي حامض حلو،
كلش طيبة. ايش قد ما تصورون طيبة طيبة انصحكم تسووها. هسه اصدقائي الفيديو مالتنا حاليا مال شوده خلاص راح نحولكم شنو على الاجواء شلون نسويها الاجواء الالمانيه مال عيد ميلاد. فنقول لكم خليكم ويانا اصدقائي، والما مشترك بالقناه خليه يشترك ويفعل الجرس، واذا اشعار ما ينزل له خليه يلغي الاشتراك ويرد يفعل الجرس، يعني يلغي الاشتراك ويرد يفعله مره ثانيه، يشترك ويفعل الجرس مره ثانيه فحتى يجي الاشعار يوصل له. فخليكم ويانا تابعوا الفيديو. اصدقائي جهزنا ضبطنا الامور ورايحين، يلا خليكم ويانا اصدقائي. طبعا هسه وصلنا هذا المكان، اعلى مكان نقطه بمنطقتي اني. شوفوا هذا بيت الملك هنا، فهسه ان شاء الله رويكم اياه شوي شوي، خليكم ويانا. طبعا يوسف وياي معزوم، ام يوسف هم وياي ايضا معزومه، وعائله الحلوه مالتي هم معزومه. اصدقائي هسه البوفيه كملته ونصبته، اللي مالتي حلوه وياي يلا تعال خرويكم اياه شلون نسوي. اصدقائي هذا البوفيه نصبته، طبعا هذني كل الشغلات مالاتي، اي شيء تشوفونه هو مالاتي. طبعا هاي اصدقائي هنا هذا الخبز هنا اول شيء يبدي زين اصدقائي، وهذا هنا عندنا طبعا البرياني، هنا عندنا دجاج بالكاري. طبعا على طلب الناس هم اللي سويتهم رويتهم المنيو مالتي وقالوا لي، طبعا هذا الدجاج عندنا عفوا اطلاع بال هلا هذا يصير حلو وياي. اي هذا اصدقائي فخذ الخروف مقطع مع صوص اللبن زين. هنا عندي تبسي باذنجان خضار للناس الخضار ياكلون. شنو بعد عندي مشاريب هنا حاطيهن. هنا عندي السلطات، هاي التبول اصدقائي، هنا السلطه اللي قلت لكم عليها مال الشوندر، عندنا هنا الحمص بطحينه، وهذا الديكور مالتنا اصدقائي، وهاي هنا الناس. وهسه ارويكم لا تنسون الشاخب قناتي، قناه يوسف اشتراك قناتي هاي الشلوس اصدقائي. هسه ارويكم بعد اصوركم شوي شوي، يلا خليكم ويانا. طبعا هسه حاليا اول شيء اكلوا المقبلات، عندنا مقبلات حطيناها ثاني وقاعدين دي ياكلوها هناك كلهم. طبعا المكان كلش حلو قد ما تتصورون فد شيء. اني اتغير كلب مالي هذا الحلو مالتي يوسف الحلو، وهسه راح يبلشون طبعا ياكلون الاكل اللي سويته. وشوفوا المنظر مالتي خاف تمطر الدنيا، هي بالنظام انه هنا تصير الحفلات اوكي، بس لان كون انه خاف تمطر والجو حلو فهاي خيمه عرفت شلون. وشوفوا هاي الشلوس، يعني الشلوس يعني قلعه، هذا ضوء يشتغل بالليل مثل القلب، وفتشي رائع المكان. اعلى نقطه هي هنا زين. هسه خليني اوريكم شنو هنا المكان. شوفوا اصدقائي شوفوا هنا المكان شلونه، شوفوا ايش علواته، شوفوا هذيش قلعه ماربوك، مره مصور لكم اياها القلعه مالتنا. احنا على شيء على نقطه هنا فد منظر، شوفوا غروب الشمس شلون يصير، الا فشي ناس يجي هنا تاخذون صور على مود المنظر وراهم. وشوفوا انتم شوف هذا القطار هياته هنا، هذا القطار السريع طوط طوط، وهذا الخط السريع هنا، واحنا بيتنا صاير وين بيتنا وين بيتنا وين بيتنا، والله تيهت وين بيتنا. المهم هي هنا صاير بس هنا بصح ورا هاي الاشجار، هاي كلها غابه الناس تتمشى بيها هنا. وشوفوا هو المنظر مالتها شلون حلو، يعني واحد من بعيد اول ما يجي مدينتنا يشوفه. وهنا اللي دي يسوون هي هاي هنا، شوف الناس قاعدين هناك، فالاجواء كلش حلوه مسويها، يعني اجروها ايجار وخلاص.
سنة طبخت له لأن هو قلت لكم عزيز علي، وهسه إن شاء الله راوي لكم إياه. شوفوا غروب الشمس شلون يبين منه كلش حلو. زين ها هاي كله منه، شوف المنظر. طبعا احنا ويا الغيوم تقريبا صرنا، يعني شوفوا شلون تشوفون شويه بياض هيك من هنا، لان غيوم احنا ويا الغيوم، لان مكان كلش عالي هذا وكل اشجار دائره مدايره. هاد منظر كلش روعه، مكانكم خالي هنا. طبعا هنا كنت هو اللي درسني اني شكرا كلش. طبعا هو الاسم اليوم عيد ميلاده وش هدي على سكوت سنت برزاك فيلن دانك دانك فيلن دانك زينان اون شنو دانك شون Alles gut? Ja. Vorspeise? Ja, ich habe gerade erst die Vorspeise. Jetzt mache ich zum ersten Mal Hauptspeise. Das ist gut. Freut mich. طبعا هنا مدرس هو مالتي كلش درستي وتعب علي كلش خطيه، يعني ايام سهرنا انا وياه على مود نجهز الامتحان مالتي. كلش اشكراني بدون اي مقابل، وهذا المقابل حبيت اليوم ارد لها اني انه سويت له هذا الاكل، والكل تعجبوا بالاكل ايش قد ما تصورون. الكل قالوا شنو هذا؟ شنو انت شو مسوي؟ ايش حاط؟ تعال انت. قلت له عمي غير هذا الاكل العربي العراقي، غير انت لو شوفوا. الكل تعجبوا بي. طبعا اخذوا ارقامي على مود باش عقبهم اذا عندهم احتفالات شيء يدزون عليه، ويعني فشي كلش حلو لما الناس تقول انه الاكل كلش طيب ويمدحون بيك وكل يصفقوا لك مثل ما شفتوا، فشي كلش حلو. يلا خلينا نشوف بعد شنو اللي يصير. ist die Frau von Sinan und das ist Sinan selber. Und letztes Jahr hast du letztes Jahr wohl. Letztes Mal hattest du nur ein Kind, dieses Mal hast du zwei. طبعا هاي هم هو هذا اللي قبل عيد ميلاد هذا، وهذول اللي عزفوا اصدقائه عمره 70 سنه صار هو هسه عمره، بس ما شاء الله يعني شاب. من قلب مالي شوف شلون يصفق ومن دم جوي الاغنية. يما القلب مالي عنده هموم هواية هموم. يلا اللي صفقه صفقه اللي صفقه. ويلي علي راح انام الا شوية راح انام. المقطع الثاني بيغنوه هسه، كلهم متقاعدين. زين هذا الفيديو مالتي يوسف. شلون اجواء مسوي رومانسيه فشي الاجواء. زين الجو يخبل يموت. شوفوا هنا الناس يقعدون لان الجو برا الا فشي مو طبيعي الجو هناك. شوفوا القلعة ذيك وقعة ماربوك. البيبسي مالتي اذا اخذها هسه تقب العطا مالتها شلون بالله شلون بعد الصبغ الصبغ صبغ. شوف هلا 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 للو مالتي حلوه. ها
ويلي عليك يا ابي للقاع. اصدقائي هذا هنا راح يظل يعني يعزفون يدقون بعدين يرقصون كلهم يقومون، بس انا عفتهم وطلعت ليكون آلة ويوسف وياي. صارت 9:30 بالليل بس الاجواء كانت حلوه رومانسيه هادئه، ويعني هم دول كلهم متقاعدين اصدقاء. هذا مثلا يعرف يعزف كمان، هذا يعرف يعزف عود، هذا اللي يعرف يعزف، يعني هم كل شيء عندهم. واللي ما تصفق وياهم من دمج الحلوه مالتي اي، فاجواء كانت كلش حلوه ايش قد ما تتصورون. وطبعا غنوا اغنيه مثلا هو على اسمه يعني اللي فيها من عندهم شلون اغنيه ما الضحك صارت. ويعني ايش قد ما تتصورون كانت الاجواء كلش هذا وحلوه. طبعا شوف الالمان هنا لمن يعزمون يعني حصر المقربين كلش كلش عليهم، يعني مو هسه احنا عندنا ابن عم الخيام مثل العرس ابن ما ادري منو هذا البعيدين، عرفت شلون؟ فهنا لا، الحلو بيهم انه لما يعزمون حصرا كلش قريب عليهم كلش. واكثر ناس اللي يعني اكثر عدد يجيبون بالعزيمة مالتهم تقريبا اكثر شيء 70-75 ما تكثر ابدا زين. والعرس مالتهم همين نفس الحاله، المعازيم يصيرون مالتهم بس المقربين عليهم كلش، واكثر شيء اكثر شيء بزايد 100 زين 100 شخص. هذا عراس الالمان او عيد ميلاد الالمان، وهي هاي كانت كلش حلوه مالتهم الحفله اللي صارت يعني. وهذا يوسف هم مندمج شوي وياهم. طبعا يوسف شنو كان هو يوقف على البوفي ويشرح لهم شنو موجود، يقول لهم هيك موجود وهيك موجود، وهذا يقول انت ساعدت بابا، يقول لا انا بس كنت العب ما الجهاز زين ما ساعدته اي. فيعني ضحكهم. وهذا يوسف وياهم الشاقه، لان يوسف الالماني مالته كلش فول يعني يحكي اي، لان بالمدرسه تعرفون وروضه كان وهذا، فيندمج على السريع وياهم اي. وانا الحمد لله هم لغتي زينه، وطبعا درست هوايه يلا تعلمت اللغه، ودرست هي الدراسه فن الطبخ والالماني درستهم مدرسه دخلت مالتهم، هو هذا قلت لكم مدرسة اللي ساعدني يعني، فكان شيء كلش حلو. وهاي مثل ما تشوفون طبعا هاي الخيمه تنفتح البردات مالتها كلها، ولما يصير مطر حاسبين حساب، لان المانيا ما تعرف اليوم جو مالتها زين على غفله ساعه تمطر راسا وراها ساعه صح راسا، فلازم كل شيء من يسوون هنا بالمانيا يحاسبون حساب المطر ويحاسبون حساب هو يحاسبون حساب كل شيء يحاسبون، فلازم عندهم هاي الصالات مالتهم هيك يسووها. ومثل ما تشوفون الاجواء كلش حلوه، ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتونستوا بي مثل ما احنا تونسنا. طبعا صحيح هو شوية الموسيقى قديمة وهذا، بس شيء كلش حلو كان يعني، هي هاي تقاليدهم يعني، بس حبيت ارويكم شلون هم العيد ميلاد مالتهم يسووه، شنو الاجواء اللي تصير. طبعا على فكرة ماكو كيكة يقصوها وهذا لا، وهنا العيد ميلاد يسووه مثلا تقريبا مثلا من يصير عمره يعني 18 سنة والعشرين والخمسة وعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين، يعني هيك يسوون عيد ميلادات، يعني مو كل سنة يسوي لك هيك عيد ميلاد وهذا لا، ماكو عندهم يعني كل 10 سنين أو كل 5 يعني هيك هم يسوون. حتى العيد ميلاد مال العراس مثلا عيد ميلاد الزواج يسوون بالخمسة وعشرين، ويسوون بالثلاثين العفو بالخمسة وعشرين وبالأربعين وبالخمسين يمكن هم يسوون يعني المهم يعني كل 25 سنة يمكن تقريبا يسوون الحفلات مال عيد ميلاد الزواج يسوونهم الألمان. المهم أصدقائي ما مشترك في القناة خليه يشترك ويفعل الجرس، ولا تنسوا اشتراك قناة ابن يوسف وقناتي يعني. تحياتي لكم، شيف سنان العبيدي من ألمانيا، مع ألف سلامة، باي.